أنت الآن عندما تعتقد بأن الله تعالى واحد، بعد الفراغ عن كونه تعالى موجودا، عندما تعتقد بأن هذا الإله واحد، شنو نوع التوحيد الذي تعتقد من خلاله أن الله تعالى واحد؟ أكو بعضهم يعتمد على الدليل العقلي الذي أرشد إليه القرآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في هذا العالم إلهان مستقلان وكان كل منهما إلها مستقلا لكان له قرار غير قرار الإله الآخر بمقتضى استقلالهما، ومقتضى ذلك أن لا يستقر نظم الوجود بل يحدث هنالك خلل، لأن هذا الإله يقرر شيئا وهذا الإله يقرر شيئا، ونتيجة ذلك حدوث خلل في النظام الوجودي. فلما رأينا نظام الوجود مستقرا علمنا أن الإله ماذا؟ واحد لا شريك له، واحد لا شريك له. هذا إرشاد إلى ما يحكم به العقل. فأنت تعتقد بوحدانية الله على طبق برهان عقلي.